السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان بخير؟ اش كتعاودوا؟ اليوم غادي نجاوب بزاف ديال الدراري في الكومنتير، سولوني على واش الشرطه الهولنديه كتطلب زعما الوراق في الزنقه في الشارع ولا لا. وانا ان شاء الله اليوم غندير هذا الفيديو هذا وغادي نجاوبكم على هذا السؤال هذا. الشرطة الهولندية ما كتطلبش الورق في الزنقة بلا سبب، يعني ما غاديش يجي غير هكا كيقول لك اعطيني الورق ديالك شكون انت. هذيك ما كايناش في هولندا كاع، والقانون ديال هولندا ما كيسمحش هذاك الشيء باش زعما باش تزعج الناس في الزنقة تقول لهم اعطوني الوراق ولا شي حاجة. هذاك الشيء ما عمر كان في هولندا. انا سنين اكثر من 30 عام وانا كنسكن هنايا، ما عمر شي واحد جا عندي قال لي راه الوراق ديالك، يقول لي شي واحد عطيني وراق ولا شي حاجه، ما عمر شي واحد قالها ليا غير الاولى. والقضيه الثانيه هي يعني كاينين الاماكن اللي هي مشبوهه، مثلا بحال مثلا نقولوا بحال المطارات، الا تنا كلشي تما مزود بالكاميرات وهداك الشيء، يعني راه كلشي كيشوفوه. الا شافوك تما كديرها ولا غادي وجاي وجاي وكتدير وكتغم كيجيو عندك، او مثلا في المحطات ديال الترانات حتى هما راه مزودين بالكاميرات كاملين، يعني تما عاود الا شافك تما غير جاي وغادي وجاي، يعني ما بغيتيش تركيب ما والو غير غادي جاي، يعني كتقلب على شي حاجه يقدر يجيو عندك البوليس ديال التران ولا يجيو عندك البوليس الاخرين ديال 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 الامن ديال الامن الوطني. او مثلا هذوك الاماكن ديال المشبوهه، مثلا بلا ما نقول انتم كتعرفوا يعني فين كيجيو السياح هنا في هولندا، مثلا هنا في المدينه في امستردام ولا في دين هاغ ولا في روتردام ولا في ليواردن ولا، المهم احنا ما عليناش هذو المدن الكبار اللي كيمشيو لهم السياح. كاينين بعض الاماكن تمايا يعني كيجيو لهم السياح بزاف، وتمايا كيكونوا هذوك الشرطه اللي ما لابسينش هما سيفي اللي كنقولوا حنا بالمغربيه، كيكونوا هذوك الشرطه سيفي تمايا، ما كتعرف شكون هو، لا اللي هو تمايا شرطي ولا اللي ماهوش شرطي. المهم بحال هذوك الاماكن عاود الا شافوك تمايا يعني غير كدور تما كتمشي غادي جاي غادي جاي غادي جاي، يعني ما يعني كيشوفوك تما يلاحظوا الا لاحظوا منك شي حاجه زعما، يعني هذيك الاماكن مثلا يقدر مثلا يجي يقول لك اعطيني الورق ديالك نشوف، غير شوفي تاكد شكون انت مثلا. والحاجه الثالثه يعني هولندا يعني مزوده بالكاميرات في اي بلاصه مشيتي، في لوتوروتات في الزناقي في الشوارع في اما مشيتي في هولندا كاينين الكاميرات. الا انت غادي مثلا ما عندكش الوراق، مثلا خارج غادي لشغلك وغادي نيشان في الطريق، حتى واحد ما غاديش يقول لك السلام، يعني ما حتى واحد ما يطلب منك حتى شي حاجه. يا مشيتي في الوحدات الليل جوج الليل ثلاثه الربعه الخمسه، غير بعد على هذوك الاماكن اللي هي مشبوهه، هذيك حتى راه في ما مشيتي في العالم، يعني هذوك الاماكن ديما راه كيكون واحد 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 النوع ديال الشرطه المتخصصين في هذاك الشيء، يعني راه كي 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 كيكونوا تما وكيشوفوا الكاميرات، يعني الاغلبيه الكاميرات 95% راه الكاميرات، يعني راه بحال مثلا امستردام، يعني الا طلعتي لهذاك سميتو ديال الكاميرات تمايا راه كتشوف امستردام كامله، يعني في ما شتي يعني راه كتلقى واحد التيران عامر بالشاشات ديال سميتو، وهذيك الشركه ديال بفيلاخين، اش كيقولوا ليها الشركه ديال بفيلاخين، هي هذوك الشركه ديال الحمايات اللي كي الحمايات كيحماها بالمغربيه بفيلاخين، هما دوك ما كتلقاهم كيكريو عندهم الناس بحال العساسه كيحطوهم قدام سمو هذوك الشركات، هما اللي كيقابلوا داك الشيء. الا شافوا شي حاجه ولا شي حاجه دغيا كيعيطوا للبوليس كيقول له النمره فلانيه الكاميرا فلانيه تمايا، ها واحد راه لابس راه دار راه كيدور تما راه ما عرفتش بغا يدير شي حاجه ولا شي حاجه تما، كيجيو عندك الشرطه تمايا. او هنايا في هذه البلاد هذه يعني في الزنقه راه ما كاينش شي واحد اللي يقول لك شي حاجه، والا درتي شي حاجه الا سرقتي مثلا، راه كاينين شي دراري هنايا صافي وكي يجي هنايا مثلا كيسكن عام عامين ثلاث سنين ما عمر شي واحد قال له شي حاجه، وما عمر واحد النهار كدور له فراسو شي حاجه، كيدخل شي حانوت مثلا يسرق شي حاجه او لا بغى يسرق شي بشكليده في الزنقه ولا شي موتور ولا شي حاجه، يعني هذاك راه دغيا كيجيو عند الشرطه، راه لان هنايا هاد البلاد الا خرجتي لبرا راه ما كتشوف حتى واحد، ولكن الا درتي شي حاجه راه ما كتعرف مين كيخرجوا لك، يعني راه البلاد مقابله ومامنه يعني 100%، يعني ما 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 ما
يعني الحمد لله هاد البلاد فيها الامن والامان وداك الشيء. ما بالنسبه زعما للدراري زعما اللي هما مثلا جاو دبروا راسهم هنايا وما عندهمش وهداك الشيء، راه ما كاينش شي واحد اللي غادي يقول لك في الزنقه اعطيني الوراق ديالك الا ما درتيش. علاش؟ والا واحد الحاجه الطوموبيل، الا سكتي الطوموبيل اييه، الا سايق الطوموبيل ولا سايق الموتور يعني هذاك السكوترات وهذاك الشيء، هذوك معناه كيحضيهم الوليس بزاف. هذوك السكوترات وهذاك الشيء يعني راه محظيين 100%. يعني هذا السكوتر مثلا ركبتيه راه معناه واحد مره في شهر ولا واحد مره في 15 يوم ولا ضروري حبسك. او الا سكتي الطوموبيل، الطوموبيل هذيك حاجه ضروريه كيوقفك، السلام عطيني ورقه الطوموبيل صافي، كتعطي البيرمي ديالك صافي، كيمشي الكمبيوتر كيضرب راك نقي، راه ما عندك حتى شي حاجه، راه ما كتسلك الدو لا والو، ما كتخلص البروسيوات ديال في الوقت صافي، راه ما كاين مشكل. لان هاد البلد هادي هاد البلد هادي كيخلصوا الناس البروسيوات بزاف، لان السرعه محدوده هنايا. يعني السرعه يعني مثلا في لوتوروت كاين البلاصه ديال 120، ولوتوروت الكبيره كاع في هولندا 130 كيلومتر في الساعه، والناس ما كيحترموش القانون. يعني الناس اللي يلاه جايين هنايا مثلا جايين لهاد البلاد هادي وهم مولفين في بلادهم، هذيك السرعه ديال 180 200 كيلومتر يعني راه غير كيطلع لوتوريت كيلقاك واش يمكن كيصحاب واش ما بقى بلو حد، يعني كيعطي لك سيراتور وفي الاخر راه كيبقى البروسيوات راه سابقين للدار. هذوك الناس عاوتاني الى ما كتخلصش كيسيفطوا لك البروسي واحد المره ما خلصتيش، وعاود كيسيفطوه لك المره الثانيه وما خلصتيش كيزيدوه، وكيسيفطوه لك المره الثالثه ما خلصتيش كيزيدوه، صافي كيديروا كيسينيالوك في الكمبيوتر. يعني راك مسينيالي كلشي في هولندا، البوليسي اللي شدك في اي مدينه ما كاين مشكل، واخا تشد هنا في امستردام ولا في روتردام ولا في فريشلاند ولا تشد هنايا في هاد الجهه ديال الخرونين ولا، المهم في ما تشديتي كيهبطوك تما، يقول لك تخلص دابا ولا غادي يديوك دابا البوليسي بيرو. صافي هادشي اللي كاين. يعني ما خلصتيش ثلاثه المرات يعني راه هادوك كيقولوا لها بالسانت بوتس، الا ما خلصتيهمش يعني راه كيديوك ديريكت البوليسي بيرو، تما خصك تخلص ولا يجي شي واحد يخلص عليك، والمهم ما يطلقوكش صافي، الا شدوك ما يطلقوكش، ولا غادي دوز هذاك الشيء ديال الحبس ديال هذاك الشيء اللي كيتسالوا لك ديال البروسيوات. هادشي اللي كاين في هاد البلاد. اما بالنسبه مثلا باش مثلا تمشى في الزنقه مثلا غادي على رجليك، راه ما كاينش شي واحد اللي غادي يقول لك يعني اعطيني زعما البطاقه التعريف ديالك ولا شكون انت، راه ما كاينش هذاك الشيء في هولندا. يعني البوليس راه ما كيزعجوش الناس يعني، والا درتي شي حاجه واحد الحاجه اخرى نضيفها، بحال مثلا هذوك الدراري مثلا اللي كيتشدوا هنايا ما عندهمش الوراق، مثلا الا شدوك هنايا مثلا وما لقاو عندك حتى شي وثيقه مثلا باللي كتبت راك انت مثلا مغربي ولا جزائري ولا تونسي ولا ليبي ولا، ما كانش شي ورقه اللي كتبت هذاك الشيء، ما كيلوحوكش للمغرب صافي، كتمشي كتجلس معاهم على حساب يا اما 3 ايام يا 6 ايام يا سيمانه حتى 6 شهور صافي، كيحققوا معاك وهذاك الشيء وكلشي، ومن اللي كيبغيو يطلقوك راه كيبصموك تمايا صافي، كيقول لك فين بغيتي نوصلك، واش نرجعوك لبلاصه فين شديناك صافي، كيرجعوك لبلاصه صافي. ما ولا بغيتي مثلا كيقول لك هاك نعطيوك الفلوس تلعب تمشي في التران ترجع للمدينه فين مثلا، بحال الا شديك في روتردام مثلا وجابوك لامستردام، النهار اللي كيحقوا معاك وما كيبقاو عندك والو كيبسموك كيلقاوك هاك القيمه ما كتسرق ما حتى شي حاجه، يعني ما كاين حتى شي مشكل صافي، كيطرحوا عليك جوج لحول كيقول لك واش نرجعوك البلاصه فين هزيناك ولا نعطيوك حنا الفلوس تقطع في التران ترجع للبلاصه فين جبناك صافي، كيطلقوك الا ما لقاوش عندك شي وثيقه زعما باسبور ولا لقاو عندك لاكارد ولا لقاو عندك شي حاجه كيطلقوك. لان راه واخا شدوك مثلا وعارفينك راك انت مغربي، ولكن راه ملي كيديوك القنصليه راه القنصلي كيقول لهم راه خاصك تعطيوني باش انا عرفت راه مغربي، ثبتوا لي عطيوني شي حاجه وثيقه اللي كتثبت بلي راه هو مغربي صافي، كيطلقوك يعني الا ما لقاوك زعما. وهذاك الشيء راه ما كيأثرش زعما الا شديتي عند البوليس هنايا يعني مثلا، وعلى على مثلا على ما عندكش الوراق راه ما كيأثرش على حتى شي حاجه على الوراق، ان شاء الله تبر هنا شي وحده دير لك الوراق ولا تبرتي على راسك هنايا دير الوراق، هذاك الشيء ما عندوش حتى شي مشكل، ما ان شاء الله بغيتي دير الوراق ديالك ما فيها حتى شي مشكل، او عاود الا بغيتي دير مثلا الجنسيه عاود ما كيأثرش داك الشيء على حتى شي حاجه، يعني كتشد يعني شديتي على الوراق يعني راه اي واحد كيجي هنايا ولا الوراق كيحرق هنايا كيجلس. وهادشي اللي كاين الاخوان. يعني المهم الدراري ما اللي جا هنايا ما يخافش، ما راه بزاف ديال الدراري كيسولوني واش كيشدو واش ما كاينش شي واحد اللي يقول لك شحال في الساعه في الزنقه الا ما درتيش. علاش؟ بالحق عندك تسرق ماشي تهز بشكل ماشي ديالك، لان الزنقه عامره بشكلات ولا الماطور ولا تدخل الحانوت مثلا تقول راه ما حتى واحد ما كان، راه حتى الحوانت في هولندا راه مقابلين كلشي بالكاميرا،
يعني شي حاجه ولا شي حاجه ولا يعني ما كاين هذاك الشيء ديال هذاك ديال السكانر يعمل كي يعني كلشي في الحوايج اللي كتكون في السلعه يعني راه كيديروا هذيك برا هذيك اللي كتسكاني برا راه ملي كتهز شي حاجه ما غير كتخرج كتغوت صافي هادوك الا شبرك راه كيعيطوا ديريكت للشرطه يجي يحقوا معاك يعني حتى هذوك صحاب الحوايج ما عندهمش الحق هما باش يقلبوك الا غوتات هذيك كيقول لك واش هزيتي شي حاجه رجعها الا تقول لهم انا ما هزيتش ولا راه ما هادي وهادي اوكي جلست تما كيعيطوا على البوليس كيجيو البوليس هو اللي عنده الحق باش يقلبك هما ما يقلبوش على هاد البلاد يعني فيها الحقوق يعني 100% غير الواحد الا جا هنايا مثلا جا هنايا مثلا يحترم راسو صافي للخدمه ديالو للدار وهادي ما يمشيش لهذيك الاماكن المشبوهه ولا هادي واخا مشيتي تما ماشي غير غادي جاي صافي مشيتي مثلا لواحد البلاصه مثلا عندك الحق تمشي لاي مكان يعني ما كاينش واحد يقول لك شي حاجه ولكن ما تبقاش تدور تما غادي وجاي تقول راه ما كيشوفوش فيك راهك يعني راه مثلا ذوك الاماكن اللي مشبوهه يعني راه زعما محظيين 1000% صافي مشيتي للغرض دوز واحد المره جوج سير بحالك صافي بدل البلاصه ما تبقاش تدور تما يا غادي جاي غادي جاي غادي جاي هما كيصحابوك واش مثلا كتبيع شي حاجه ولا بغيتي دير شي حاجه ولا يعني داك الشيء علاش كيجيو عندك مثلا كيقول لك اوكي راه عطينا بطاقه التعريف ديالك نشوف شكون انت يا صافي ملي كتعطيها لهم راه ديريكت في الطوموبيل ولا سميتك ولا في التليفون ديالو كيضربها راه كي كلشي راه ملي كتعطي ليه مثلا الوراق ديالك راه كيضرب النمره ديالك هذيك اللي قلت لكم ديال الضريبه راه كيضربها تمايا راه كتطلع الحياه ديالك كامل منين جيتي وفين وشحال انت ساكن في هولندا فين كتخدم واش كتخلص البروجيوات ديالك واش دولك كتسال لك شي حاجه واش كنتي مجدود في الحبس يعني جميع الحاجات راه كيطلعوا له تما البوليسيين يعني كيشوفوه ما في سميتو في الطوموبيل ولا في التليفون ولا راه كيشوف داك الشيء دابا دابا راه هاد السنوات الاخيره ديال 2018 و19 و17 دابا راه ولاو زودوهم غير في التليفون صافي راه دابا كيشبر كتعطي ليه سميتو ديال البيرمي ديالك مثلا راه كيضربو في التليفون وراه كيشوف كلشي سميتو ديالك زعما حوس السر ديالك راه كيشوفو كلشي تما يعني وهذا الشيء اللي كاين المهم الدراري ما تخافوش اي واحد جا هنايا مثلا يديها في خدمتو يديها سميتو انا ماشي مثلا غادي يبقى غير يبقى يمشي لبلايص ماشي مزيانين وهداك الشيء ما كاين حتى شي مشكل انا اكثر من 30 عام وانا هنايا ما عمر شي واحد تزلق يقول لي راه الوراق الا الا سكت الطوموبيل ولا الا سكت الموتور ولا السكوتر ولا شي حاجه هذيك حاجه دار هذيك حتى في المغرب وحتى في البلدان الاخرين راه هذوك البوليس ديال الطريق راه كيكونتروليو بالحق زعما باش تمشى على رجلي ونمشي مثلا ما عمر شي واحد قال لي اعطيني وراك نشوفهم 30 سنه ولا اكثر دابا ما عنديش شي شي شي, شي زعما ما عنديش داك الشيء واش 30 ولا اكثر ما حسبش مزيان وهذا الشيء اللي كاين الاخوان ما بالنسبه بالنسبه زعما هذا شي واحد يقول لك لا واه كيشدوا ولا بلا خاش مثلا واحد الحاجه نضيفها مع راه الفيديو راه وصل دابا 12 دقيقه واخا شدوك هنايا واخا شدوك واش شدوك هنايا البوليس ما تخاف ما تهرب ما حتى شي حاجه كيشدوك يقول لك مثلا شافوك مثلا جايين كيقلبوا على شي واحد مثلا عيط ليهم شي واحد مثلا قال لهم راه واحد كيسرق واحد الطوموبيل هي وهذاك مثلا اللي كيسرق هرب وانت مثلا جيتي دستي في هذيك الزنقه مثلا وجايين هما صافي راه هما ما كيعرفوش بالضبط لان مثلا الا قالت لهم قال لهم هذاك اللي عيط هذاك السيد راه لابس جاكيتك حلا ودار الطربوش ودار عادي وانت لبس هذيك جاكيتك حلا كيجيو عندك كيعيطوا لك ولا جي على الوراق ديالك بحال مثلا الا مثلا ما عطي ما قلتي له ما عنديش وهادي وهادي كيطلعوا في الطوموبيل انا ما يتيقوكش هما ماشي لانه هما هنا في هذه البلاد راه هذيك الكلمه ديال ما عنديش الوراق يعني راه هما ما عارفينهاش راه واخا بزاف ديال الناس كيصافحوا مرتفع البوليس غير كيعرفوا الناس لا هما ما عندهمش هذاك الشيء يعني كيشوفوا كاع الناس اللي كيتمشاو هنايا في هذه البلاد راه كلهم قانونيين هما ما عندهمش هذاك الشيء راه اللي كيحس بهذاك الشيء هذاك اللي ما عندوش الوراق مثلا هي هو اللي كيحس بهذاك الشيء اما هنايا البوليس وهذاك الشيء الشرطه راه ما كيحبك هما هذيك الفكره كاع غير بعدا عليهم واخا قلتي انا ما عنديش الوراق كيصحابو غير واش خفتي تعطيه الوراق باش يقيد لك البروجي ولا باش يتحقق معاك ولا يقول لك اوكي ما عندكش يلا نديك للكوميسيريه باش نحقق معاك وهذا الشيء اللي كاين الاخوه المهم مع الفيديو ديال اليوم راه بزاف ديال الدراري قريت ديال الصباح هذا والبارح قريت بزاف ديال الكومونتير والبارح بلي العاود بزاف الدراري يسولوني عليها راه هي هذه المهم هنايا راه ماشي بحال المدن الاخرى ماشي بحال الدول الاخرى بحال فرنسا ولا بحال اسبانيا ولا بحال شي دول اخرى لان واحد المره انا شدوني في اسبانيا تمايا بالليل وقلبوني كامل قال لي حيد زول كل شيء قال لي زول كل شيء مثلا زول كل شيء مثلا زول داكشي كاع كلشي اللي عندك في جيبك وحطه فوق الكابو الطوموبيل وداكشي يعني شافني مشيت واحد المدينه صغيره تما وبنت لي انا جديد تمايا والطوموبيله ديال هولندا شدني يعني واحد الحاله ما داكشي ما ولفتوش انا يعني جاتني في شكل ولكن يا المهم
داكشي اللي قال ليا صافي نفذتوه هذاك الشيء قلبني وهذاك الشيء قلب ليا الطوموبيل قلب ليا ما لقى عندي والو صافي قال لي سير بارك الله يعاون. المهم هنا راه ما كاينش هذاك الشيء، هذاك الشيء راه ما كاينش هنايا يعني 100% راه ما كاينش واحد اللي يقول لي شي حاجه بزاف. يلا الاخوان اللي عجبو هذا الشيء يتشارك معنا في القناه ويشجعونا شويه باش حتى نزيد في المزيد من المعلومات وهذاك الشيء. وهذا الشيء اللي كندير انا راه غير كنفيد يعني نعطي المعلومات للدراري مساكن اللي جاو تبروسو معايا، راه ما كيقولش شي واحد يجي يحرق جينا ولا شي حاجه. راه ما كنقولش شي واحد مثلا يجي يحرق يجي هنايا ولا شي حاجه، داكشي راه ما كنقولوش يعني اللي عنده الغرض يجي هنايا واللي هنا حاليا علاش كنعطي هذه المعلومات. وحتى الدراري مثلا تكون عندهم واحد الفكره مثلا في البلدان الاخرين في مصر وفي تونس وفي في الجزائر في المغرب ليبيا، المهم هذوك الدول العربيه بعد داكشي كنهضروا بالعربيه يعني، راه غير كنعطي المعلومات باش يوصلوا للناس. يلا الاخوان اللي عجبو هذا الشيء يتشاركوا في القناه وشجعونا شويه، وشكرا على التعليقات اللي كتكتبوا تمايا، وشكرا على 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 التشجيع ديالكم، وشكرا. المهم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا السلام عليكم.